ذلك أقوى خط دفاع في المسابقة لم تتلقى مرمى إلا هدف واحد في ثلاث مباريات. كرة المنتخب الكوت ديفوار، المنتخب الليفواري أكثر احتكارا للكرة لكن من دون خطورة على الدفاع المغربي. منتخب الكوت ديفوار يونس بودادي، يونس بودادي الكرة للحسن جونيور لوندري، ما كان أمامه إلا 20 من المواجهة. يظل معقودا ويبقى معقودا على العناصر الوطنية. بكار كرة مرفوعة للطرف الأيسر، يلزم التغطية، يلزم التغطية، يلزم التغطية على لاعبي منتخب. خلال الجولة الأولى وسجل الهدف بادية كريسبيلي لاعب نادي اف سي تور. ضربة خطأ للمنتخب وضربة مرمى أوسين بالكوش، كرة في التماس. هذا لاعب ممكن أن يستثمر فيه كثيرا في الدوري الإنجليزي رفقة نادي تشيلسي، قد نتابعه يوما ما في نادي تشيلسي الفريق الأول أو بعض الفرق الإنجليزية. منتخب كوت ديفوار المجموعة الثانية
تأكد أنها كانت أقوى بكثير من المجموعة الأولى، وما يتأكد اليوم أن الكرة تسدد. القائم يمنع الهدف عبر جوليو لوندري لاعب إيفوار أكاديمي. تزد اللاعب لوندري فرصة الأندية الوطنية إن هي أرادت انتداب لاعبين. تمرير الكرة من جديد للاعب أنجبان فيكتوريا مشتت في منتخب كوت ديفوار. تقدم اللاعب من الطرف الأيسر تقدم من عمر العرجون. مشت مع المنتخب كوت ديفوار كرة ممتازة ممتازة جدا من الطرف الأيسر. عرجون مبعد الكرة تتحول هجمة مضادة للمنتخب الإيفواري لم تستغل كما كنا نتمنى. والحكم انذار لأشرف العشاوي المدافع الأيسر للمنتخب. Looking all the way across to find Ahissa. Go. Ahissa, good football this again from Cote d'Ivoire. Ahissa almost being invited to shoot. Ivoire looking as though they're going to score every time they go forward. For a corner. Ahissa. Bakayoko out to Ahissa with so much space to work with here. They've got to get tighter, the Moroccans. Mayaga. Ahissa. Past the first man. Got the shot away. Wide in any case. Remember, Moroccans. Laid off by Mayaga. Ahissa again. Keita. Ahissa. Amrabat getting in a tangle with Arjun. And might result in problems if Benny can get onto this. He can't, but his teammate might. 2-1 Cote d'Ivoire. It was a real giveaway. And Spedia, who did the initial damage here, just forced Sayoud into an error. Sayoud has not had a game he'll look back on with any real satisfaction. Well, Ahissa will after that. Got it away from the defender. And enough power to beat the goalkeeper. And given away. And here come Cote d'Ivoire again. And it's Ahissa again. He's enjoying himself. He's still going. He can finish it here. Great run again from Ahissa. Several opportunities to clear the ball. It's the best way to make sure they're safe is to score again. Here's Ahissa. It's got a second wind, Ahissa. He's تعرضت لهزيمة ثانية أمام المنتخب الإيطالي. بهدف دون مقابل كوت ديفوار افتتحت لقاءاتها بهزيمة أمام إيطاليا. ديفوار قدمت أداء كبير لكن لم تسجل نتائج تتناسب مع قيمة الأداء بينما منتخب نيوزيلندا أو بالأحرى غابت عن المباراة النهائية لأول مرة منذ عام 2005. طبعا لقطة سريعة الآن لمسة من هناك في الجهة اليمنى كرة لصالح المنتخب الإيفواري خطيرة لكن خارج مشتركة كرة لحظة قتال الكبير من باكايوكو صاحب الهدف. ترى شبه كاملة للمنتخب الإيفواري على أجواء الشوط الأول في هذا اللقاء. لقطة إيفوارية سريعة خطيرة في الناحية اليمنى. سريعة إيفوارية انطلاقة في الناحية اليمنى. بقي الكرة داخل الملعب عن طريق أهيسن. أهيسن ينطلق داخل منطقة الجزاء. كرة قوية. البرازيل المجموعة التي تضمت إلى جانب الفريقين أستراليا والدنمارك. نتحدث عن البطولة الماضية كوت ديفوار خرجت من دور 16 أمام فرنسا بعد أن خسرت 3 أهداف لهدفين بينما نيوزيلندا خسرت أمام اليابان بست أهداف دون مقابل وغادرت. هذا مشوار الفريقين في البطولة الماضية. كرة هدف ثالث عندي لمسة سريعة إيفواري خطيرة الكرة عند اللاعب أهيسا على مشارف منطقة الجزاء. الهجوم معاكس لمصلحة منتخب الإيفواري. باكايوكو مرة أخرى
كرة بينية جميلة خطيرة، فرصة كبيرة إيفوارية لهدف ثالث وتألق سبيدي. برازيل ولقاء كبير أيضا تاني هيكون في المجموعة الثانية، مجموعة لقاء بيجمع بين منتخب إيطاليا أمام منتخب نيوزيلندا. الهجمة موجودة، انطلاق بطلبة ثانية على طول من بيرجونس، تصل المنتخب بالدبار، هجمة وانطلاق بطلبة خطيرة والتصوير من سيدريك كواديو في أحضان الحارس الأوروغواني، ولكن ضعيف، تصويبة ضعيفة. منتخبات، كل منتخب يلعب يعني ثلاث لقاءات في دوري المجموعات. هجمة على الشمال منتخب الدبار، محاولة، عمل تغطية عكسية وغطى على قلبي دفاع إسماعيل ديالو وفرانك كيسير رقم 10 نص الملعب. الهجمة تصل لحتى جونيور، كل البعد عن مستواه اللي احنا شفناه عليه في لقاء الخميس الماضي. هجمة عشرة خطيرة والعرضية عالية فوق، ولكن تعدي، ولكن تعدي طلع قام المادة على مين على طول كانوا في إصابة في سقوط من جونيور. التكل بإذن الله، هذا هو الإعادة مرة ثانية، هذه الإعادة مرة ثانية، وهذه العرقلة وهذه الفاول من نصيب منتخب قدبة. فكر المدرب أو شو بقى قرار الحك. هجمة كرة طريقة، لمسة حية بتاع قدر جميلة، عدى فات بتاخد طولة تصويبة لكن ضعيفة جدا لصالح أوروجواي. أدي الجملة والمهارة، أدي الجملة والمهارة، وأدي التفاهم والانسجام الرائع. تصويبة ضعيفة بقدم. كل التوفيق للمغرب وتونس ومواصلة التألق والإبداع في هذا المونديال. منتخب تونس إن شاء الله يكملوا المشوار ويتأهلوا ويصلوا إلى مراكز متقدمة. مرة ثانية عاوز يعدي، عدى فات لاعب كريستيانو بيديا، محاولة مينا جونيور. المنتخب الإيفواري تغيير ناحية الشمال جميلة، محاولة من جونيور، محاولة من جونيور، مهارة لكن لصالح المنتخب الإيفواري. عاد هو جونيور، وهذا طبعا العرقلة والالتحام من جونزالو لاتوري. مرة ثانية تحضير وهجمة على الشمال.